آمين. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. إذن عندنا أولا الجبل. أي جبل؟ كان مفروض نحكي في المرة الماضية أي جبل؟ ما حكينا لأنه بالنسبة لنا في فلسطين مفهوم الجبل هو جبل التجلي، مش بعيد عن الناصرة، وهو جبل طابور. طابور على فكرة في اللغة الألمانية تابور معناها اسم الجبل، ولما تكتبها بطريقة ثانية معناها الدورة الاحتفالية تابور. بس في عنا نظرية خصوصا من لبنان انه هذا الجبل هو جبل الشيخ، ولكن جبل الشيخ اللي هو حرمون، جبل الشيخ هو بعيد جدا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذا جبل تكسوه الثلوج، بتغطيه الثلوج في معظم أوقات السنة. ولكن بدنا احنا نصالح الفلسطينيين واللبنانيين هالمرة بآية من المزامير: بك يا رب يبتهج طابور وحرمون. طابور وحرمون. بس طبعا عندنا كمان الآثار، علم الآثار بيقولنا انه على جبل طابور في كنائس بيزنطية سواء تحتفظ فيها في الروم الأرثوذكس الشقيقة أو كمان الآباء الفرنسيسكان اللاتين من القرن الرابع الميلادي، أو من خلينا نقول أقرب إشي بعد القرن الرابع الميلادي، اللي بتحتفل بتجلي السيد المسيح. إلى أن يقام باليوناني أيرثي. أيرثي يعني يقام من بين الأموات، بس بالعربي مترجمها يقوم، لأنه يقام من بين الأموات هاي مش ضد الطبيعة الإلهية اللي في المسيح، إنه الطبيعة الإلهية تقيم الجسد البشري للمسيح. إذا ما فيش تناقض بين يقوم من بين الأموات أو يقام من بين، يقوم بقوته الإلهية لنقول خريستوس أنيستي المسيح قام، ويقام جسده البشري من بين الأموات بقوته الإلهية، بما أنه في كولوسي 2:9 في المسيح يسوع يسكن يحل كل ملء اللاهوت جسديا، كل ملء اللاهوت جسديا باليوناني بان تو بليروما تيستيوتيتوس سوماتيكوس. تفضل دكتور. نعم. وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. إذا في عنا نصوص في العهد القديم خصوصا سفر ملاخي أو ملاخية اللي بيقول إنه سيأتي إيليا قبل يوم الرب المهيب. طبعا السيد المسيح بيقول إنه إيليا رجع مش بتقمص الأرواح أو التناسخ اللي مع الأسف اليوم اليهود بيأمنوا فيه، بسموه جلجول نشموت، كمان في كثير بشر بيأمنوا بتناسخ الأرواح. عشان هيك أحد أصدقائي صديق إلي لدود الله يرحمه كان يقول إنه إيليا هو يعني يوحنا المعمدان هو تجسد إيليا. ولكن إذا نفتح
إنجيل لوقا الفصل الأول. تتذكروا إنه الملاك جبرائيل يبشر مين؟ يبشر أنت الصادق زكريا بإنه راح يولد له ابن ويدعى عظيما أمام الرب، وفي روح إيليا وقوته. بروح إيليا وقوته. نعم بعدين. شكرا شكرا وجماعة مشروع السائل. بروح إيليا وقوته يتقدم أمام الرب. إذا مش بتناسخ روح إيليا، مش بتقمص روح إيليا، بل بقوة إيليا، بروحانية إيليا. ما هي روحانية إيليا؟ روحانية إيليا يلخصها إيليا نفسه بقوله: لقد غرت غيرة على رب الجنود. لقد غرت غيرة على رب الجنود. هالغيرة على مجد الله، عدم قبول إله آخر غير الله، التصدي للعظماء. في حالة إيليا الملكة جيزابيل أو إيزابيل. نفس الشيء يوحنا المعمدان، هالغيرة، هالشدة، هالقوة، الشجاعة. وقف ضد مين؟ ضد هيرودس أنتيباس. لحد اليوم اليهود وين ما يقعدوا في مجالس رسمية أو غير رسمية بيتركوا كرسي فاضي لنبي إيليا على أساس إنه راح يرجع. كيف؟ عند الفصح. نعم. تفضل آية 14. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجلا جاثيا له وقائلا: يا سيد ارحم ابني. جاثيا له أو ساجدا له، في اللغة العربية يفضل سجد له، لأنه حسب أصول اللغة العربية جثى أي ركع، ولكن للخصومة. يعني لما اثنين بتناقروا في المجتمع القبلي كان واحد منهم يركع قدام الثاني، زي ما بقول على ركب النص. هاي معنى جثى. مع الأسف مع الوقت صاروا الناس فكروا انه جثى معناها سجد. سجد. في كل القواميس المعاجم القديمة اللي بقرأها جثى أي ركع للخصومة. على فكرة سجد له، شو رأيكم؟ بتلاقوها زي ما هي ولا محرفة في ترجمة شهود يهوى؟ محرفة، لأنه هون سجود للمسيح. بقول أدى له الولاء، أو على الأقل هيك بالأجنبي، يمكن بالعربي عدل. تفضل. وقائلا: يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. إذا نوع من الصرع. في الزمنات كانوا يفكروا إنه الصرع مربوط بعيدا منكم بالأرواح الشريرة، حتى كانوا يربطوه بالقمر كمان. لليوم بكرة لما بقولوا لك عن واحد بعيد منه خالص خالص كذا، يعني بالإنجليزي بقول لك لوناتيك. لوناتيك من لونا يعني طبعا. القمر. طب ليش يربطوه بالقمر يعني؟ هيك كان اعتقادات، يعني اعتقاداتهم انه حسب يعني بيرسل مع في شيء يعني في القمر. بس مش القمر بتغير، بقول لك هذا بتفتل معاه مع القمر. مع القمر. وحتى باللغة الأرمنية كمان واحد عنده صرع شو بسموه؟ لوسنوز. لوسنوز يعني من لوسين يعني القمر، إنه في فتلة من القمر. نعم. تفضل. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتبي. على فكرة برضو الكلمة اليونانية هون
فلسفة بالأرمني وبالعنجليزي، هيا سيلي سيلينيازتي، سيليني باليوناني معناها القمر، يسموا اسم سيلينا يعني القمر. تفضل. إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي هاهنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. قوة الإيمان، حتى قوة الإيمان يبدو بالنسبة لجسم الإنسان. أحيانا إذا الإنسان مريض حتى أمراض خطيرة وعنده قوة إيمان وقوة إرادة ممكن أنه يتغلب عليه ويقوز. نعم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. هلأ في هاي الجملة هنا نقدر نقول إنها مأخوذة من محل ثاني، من الكتاب، من الأناجيل أعتقد من إنجيل مرقس. وفي عنا النص الرسمي اللي بيشهد له كل المخطوطات، هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة. يعني كلمة والصوم هاي زائدة في مخطوطات متأخرة. المخطوطات القديمة إيش موجود فيها؟ هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة. مش معناه إنه الصوم ما فيش منه فائدة، لا في منه فائدة، ولكن ما بنقدر نستند إلى هذا النص، لازم نستند إيش؟ إلى نصوص أخرى. مش كل شيء في الكتاب المقدس موجود في آية واحدة أو في إنجيل واحد، صح ولا؟ يعني في ناس بيعملوا لنا إياها قصة هاي، إنه هاي كلمة زي مثلاً بالنسبة ل أول إنجيل مرقس، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، في بعض مخطوطات ناقصة ابن الله. هل معناه أن المسيح بطل ابن الله؟ طبعاً لا. لا، إنما علمياً ها العلم أثبت، علم المخطوطات، أنه في هاي الآية الأولى من الفصل الأول من إنجيل مرقس هاي الكلمات عفواً زائدة، أو ربما تكون زائدة مش موجودة هون. وين منلاقيها؟ في مكان كثير، منلاقيها في أماكن كثيرة. مش إنه يضحكوا علينا ويقولونا هيا مش موجودة هون الآية، هاي الكلمة زائدة هون معناها خلص مش صوم. لا، طيب المسيح نفسه صام 40 يوم مثلا، الرسل صام، إيليا صام، موسى صام زي ما شفنا آخر. تفضل. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. اليوم الثالث يقوم، نفس الشيء باليوناني ايرثيسته يعني سيقام. طبعا مش قصة هاي ولا ديوانة، منعيد الطبيعة الإلهية فيه اللي بتسكنه دائما تقيم فيه الطبيعة الجسد البشري. نعم. ولما جاء إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ الدرهم للهيكل. نعم. قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان؟ إذن البيت هو بيت القديس بطرس. بيت القديس بطرس هو الكنيسة الأولى. نعم. للهيكل ضريبة. نعم. ف
ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أم من بنيهم أم من الأجانب؟ هون هاي صفى عنا كلمتين، صفى عنا تالي الضريبة والكنسون من اليونان من اللاتيني تشنسوس معناها ايه؟ الجزية. المواطن بدفع ضريبة، المحتل بطلب من الشعوب المقهورة الجزية. يسوع بيقول له طيب من مين الضريبة أو الجزية تطلب؟ خلينا نشوف نكمل. تفضل. قال له بطرس من الأجانب. معلش تعيد اوكي. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار، ولكن لئلا نغثرهم اذهب إلى البحر والقي صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد شو ما فهمتها استارا؟ استنارا. نعم استنارا. استنارا أنا بكتب عندي استنارا. استنارا استاتيرا. استاتيرا هاي عملة. أيوة عملة تساوي درهمين إذا مش أكثر. نعم. فخذه وأعطهم عني وعنك. معناه تسوى على الأقل 4 درهم الاستتارة. إذا بيقول السيد المسيح مع إنه إحنا مش مجبورين، إحنا مش مجبورين لا ندفع ضريبة ولا ندفع جزية، ولكن حتى ما نكون حجر عثرة للناس. تعرف مرات الإنسان ما بيكونش عامل إشي غلط، بس خوفا إنه يكون حجر عثرة للناس حتى الإشي اللي مش غلط يضحي فيه. في الزمانات عمرهم البشر ما كانوا يشوفوا خوري بيأكل أو راهب بتاكل. طيب مثلا أنا بجوع بالشارع يعني مفروض أكل، خصوصا بسبب السكري أو هذا، حتى ما أكون حجر عثرة للناس إيش بفضل إنه ما أكل في الشارع، لأنه في بعض بشر بيقولوا إيه شو هذا الخوري. طبعا هذا مثلا بسيط جدا، بس في كثير أمثلة في الحياة. شكرا لكم. نوقف الآن التصوير.